خلال هذه الفترة هل حدثك أحد من النادي الأهلي إنك تعود مرة أخرى للنادي الأهلي؟ هل طلبت أنت العودة للنادي الأهلي؟ في هذا الوقت أنا أنهيت الدوري في السعودية، وبالطبع أنا أردت أن أعود للأهلي، ولكن لم يكن يوجد هناك مكان لي في النادي الأهلي. كان يجب عليهم استبدالي بملاعب أجنبي آخر، فبالتالي أنا لم يكن لدي الفرصة لأعود للأهلي. وقتها النادي الأهلي تعاقد مع المهاجم الفرنسي أنتوني مودست. بعد ما انت خلصت الدوري السعودي كان لسه في مكان اخر في النادي الاهلي لمهاجم، وبالفعل تعاقد مع مودست. هل كنت ترى انك ربما لو كنت متواجد مع النادي الاهلي كنت تتألق؟ لأكون صادقا معك، انا احب الاهلي حقا واحب طريقة عمل الاهلي. الاهلي محترف تماما، تعرف كل شيء. لأكون صادقا في هذه اللحظات، إذا كان لدينا فرصة لألعب هناك، إذا كان وقت مناسب لي، فلن أخرج من النادي الأهلي. لم يكن أحد يعرف ذلك، لكن هذه طبيعة كرة القدم. كان صعب بالنسبة لي أن أغادر النادي الأهلي حينما تركت الجونة وذهبت إلى الأهلي. في البداية لم أتأقلم جيدا، لم أؤدي بشكل جيد، لم أقابل توقعات الجماهير بشكل الجيد كفاية، ولكن هذه كرة القدم، ونرى ذلك حتى في أوروبا. وبعد 6 شهور لم أؤدي بشكل جيد، وخصوصا بعد فترة الكورونا، كانت فترة صعبة للجميع. ولي أنا أقول أنني تم معاملتي بشكل جيد جدا في النادي الأهلي. أنا كنت أحاول أقوم بقصارى جهدي، أحرزت الأهداف، ولكن اختيارات المدير الفني، القرارات، لا يوجد شيء لتفعله مع هذا الأمر. لم يمكن لي أن أستمر في هذا الوضع، ولهذا السبب قد غادرت النادي الأهلي. لكن في هذه اللحظة أنا أقسم أن إذا كان هناك فرصة أن أعود للأهلي، لا أعرف ماذا سيحدث، لكن أتمنى ذلك. الأهلي هيواجه الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ما تتوقع لهذا النهائي؟ أعتقد أن الأهلي سيؤدي مباراة رائعة. هي مباراة كبيرة دائما بين الأهلي والترجي. الترجي أيضا فريق جيد. أنا شاهدت مباراة الترجي وسان داونز، وشاهدت مباراة الأهلي وتيبي مازيمبي. كانت مباراة رائعة في العودة، كانت مباراة صعبة، ولكن كانت مباراة ممتعة للجماهير. وأعتقد أن الفرصة ستكون مواتية للفريقين، ولكن الأهلي فرصته أكبر ليكون البطل. هل خلال الفترة الماضية تلقيت أي عروض من الدوري المصري بعيد عن الأهلي؟ نعم، في الفترة الأخيرة تلقيت قبل أن أتي لعمان بعض الأخبار وبعض المحادثات من نادي في مصر أراد أن يتعاقد معي، وأيضا قبل أن أذهب للمغرب تلقيت بعض العروض، ولكن أنا استمررت في حديثي وأتممت محادثاتي مع النادي العماني، وكنت على ثقة أني سأعود، ولكن أنا سعيد بالفترة التي أقضيها الآن. هل من بين الأندية اللي فوضتك في مصر نادي الزمالك؟ لا أستطيع أن أرد على هذا السؤال. والتر بواليا مهاجم النادي الأهلي السابق والحالي لفريق النهضة العماني، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء عبر زوم.